قائمين على هذا السباق عمان لبحار وزارة السياحة عمران وزارة الشؤون الرياضية على اهتمامهم في جلب هذا النوع العالمي من الماراثون الذي أقيم لأول مرة في سلطنة عمان تحت مظلة UTMB تعتبر من أقدم الشركات الماراثونات التي تقام على مستوى العالم. اليوم تقريبا هذا السباق يشارك فيه حوالي أكثر من 50 دولة في حدود أكثر من 450 مشارك من خارج السلطنة، من داخل السلطنة تقريبا في حدود 60 مشارك. نتمنى لهم جميعا كل التوفيق، ونتمنى للإخوة المشاركين من خارج السلطنة أن يستمتعوا بجو السلطنة وبتضاريسها وبتاريخ السلطنة، لتكون قبلة سياحية رياضية في سلطنة عمان.